الله الرحمن الرحيم. من البحوث المقدمة في منطق ومنهجية التصميم المعماري بحث عن برج الإسكاني الذي يسمى بالجذع المتحول. الجذع المتحول تيرنينج تاورز هو ناطحة سحاب سكنية ارتفاعها 190 مترا و54 طابقا، يقع في مدينة سالمو السويدية. هو أعلى مبنى سكني في السويد والثاني في أوروبا يوم افتتاحه. تصميم المهندس المعماري الإسباني سانتياغو غالاترافا، افتتح في 27 أغسطس بال2005، وبعد 4 سنوات من البناء حصل على جائزة سبيم في معرض البناء في كان في فرنسا لأفضل مبنى سكني في العالم. ومتحف الفن الحديث دخل المبنى الذي صممه سانتياغو غالاترافا من ضمن أجمل 25 ناطحات سحاب في العالم. البرج يقع غرب ميناء مالمو بالقرب من جسر فوق مضيق أوريس ويند الذي يربط السويد مع الدنمارك. يقع المبنى في منطقة حضرية متدهورة والتي سيتم تحديثها من منطقة صناعية عتيقة إلى منطقة سكنية. تضمن مرافق لأوقات الفراغ ومحلات تجارية قريبة من وسط المدينة ومن شاطئ ريبير سبورك. البرج يعتبر ليس فقط عن المفهوم الهندسي المميز، لكنه يعبر عن التكنولوجيا والتقنية المتقدمة. البناء شيد من الصلب والزجاج والخرسانة المسلحة، ويتمحور في 9 مكعبات دورانية. هيكلها الرئيسي هو عنصر أساسي من الخرسانة المسلحة، قطره حوالي 10.6 متر مثل العمود الفقري. مركز البناء يتطابق تماما مع محور دوران الطوابق. الغلاف الخارجي للمبنى مصنوع من لوحات من الزجاج والألمنيوم. كل مكعب يشمل 6 طوابق. المبنى له شكل ديناميكي، جرى اختباره في غرفة الربح في جامعة ويسترن أونتاريو في كندا، University of Western Ontario. الأسطوانة المركزية والتي تربط فيها الهياكل الأفقية بشكل كابولي تحتوي على المصاعد، النظم التكنولوجية والخدمات. الهيكل بني بقطع ابتداء من صبه الأسطوانة المركزية ومواصلة بتنفيذ السقالة. التفاصيل المعدنية الشابكة مع السلاح الفولاذي للهيكل المركزي. كل طابق له زاوية دوران تساوي حوالي 1.6 درجة لخلق الشكل اللولبي للبناء. الواجهة تتكون من حوالي 2800 لوح من الألمنيوم. هذه الألواح مصممة خصيصا لمعالجة مشاكل التركيب، وقد صمموا له سلسلة من الاختبارات لدراسة مقاومتهم لضغوط الرياح والماء والموالح. نلاحظ هنا أساس البرج الجذع المتحول في أثناء تنفيذه، حيث صممت الأسطوانة الخرسانية وما يجاورها من خلال الخرسانة المسلحة. العناصر الفولاذية للدعم الخارجي مرتبطتين ببعضهم البعض عن طريق اللحام، وعليهم طلاء يحميهم من التآكل، ويتم ذلك لضمان أطول فترة ممكنة من الصيانة الدورية، والتي تعتبر مسألة مهمة في إدارة المبنى. فولاذ الدعم الخارجي يتألف من أنبوب عمودي يصل إلى نهاية الطوابق المبنى ومتصلين بالعمود أي اللي هو أساسي. هناك 20 أنبوب أفقي و18 أنبوب قطري. هذه الأنابيب مرتبطة بالجدران الهيكلية وتحتضن طابقين في المنطقة العلوية لكل مكعب. الغرض من هذا هو تحويل جهد أنابيب الفولاذ إلى الأسطوانة الخرسانية المركزية. وعلاوة على ذلك، فإن العمود الفولاذي مرتبط بعنصرين من عناصر الاستقرار في كل طابق، وتستخدم هاي العناصر لتثبيت ودعم العمود الصلب.
وزن كل واحدة من الأنابيب الفولاذية الأفقية 8 أطنان، والقطري ما بين 12 و20 طن. وبما أن هناك 20 أنبوب قطري و18 قطري، فالوزن الكلي هو 460 طن. إجمالي وزن كل الأنابيب الفولاذية تساوينا من 120. الإطار الفولاذي الخارجي صنع في شركة أميسا الأسبانية، وجمع وركب من قبل شركة بريمو كرون الدنماركية. نأخذ الفكرة التصميمية للبرج. جاءت فكرة إنشاء هذا الهيكل المذهل في وقت كانت فيه مالمو تشهد نهضة، حيث كان السياسيون المحليون حريصون على إعادة التطور المعقل الصناعي السابق في غرب المدينة، مع رؤية نحو جعل المنطقة المتدهورة سمة مميزة جدا للتجديد الحضري، وتضم المنازل، الأعمال، والثقافة والترفيه. لقد أرادوا شيئا له قوة وسيكون له تأثير ليس فقط في المنطقة ولكن في جميع أنحاء العالم. الفكرة التصميمية الخاصة بالبرج قائمة على الجذع الملتف، أي أن جسم الإنسان يتحرك وتحدث فيه التواءات قدر الإمكان، يتم الضغط عليه ودفعه لكي يعود مستقيما. تم تكوين البرج من 9 مكعبات، كل مكعب منفرد مستقل بذاته. يلتوي البرج بمقدار 90 درجة من الطابق الأرضي وحتى أعلى قمة البرج. نلاحظ الرسوم البدائية للبرج، حيث كانت الإيحاء الأولى هي من العمود الفقري للإنسان، ووضع عدة سكيتشات المهندس سانتياغو إلى أن توصل إلى البرج الذي نراه حاليا. نلاحظ مخططات البرج. يبدأ البرج بالطابق الأرضي، والطابق الأرضي عبارة عن منطقة مفتوحة للدخول، زائد الويتينج، زائد الاستعلامات، ومقابلها أكو كور المصاعد اللي يكون بنصفي دائرة عظيمة تتخللها الخدمات، زائد المصاعد ومنطقة الدبليو سي والقلب الكونكريتي للبناية. نلاحظ بالطوابق 43 وجود أجنحة النوم، حيث صممت أجنحة النوم من وحدات غرف نوم رئيسية وبشكل أجنحة، وكذلك وجود البالكونات التي تؤدي إلى النظر من الأعلى، وهناك صالة ألعاب رياضية بكل جناح للنوم. نلاحظ بالطابق الطوابق العليا، وعندما تفتر هذه البناية بدرجة 90 درجة أنه يرجع المكعب البلان الأول إلى المخطط بالطابق الأرضي.